النهارده انعقاد تاني لجمعيه عموميه لم يعلن عنها في اي من وسائل الاعلام. طبيعي جدا عندما لم يعلن عن الجمعيه العموميه بالطريقه المناسبه طبيعي جدا ان يبقى في لبس عند الاطباء، مش عارفين اذا كان النهارده في جمعيه عموميه ولا لا. مجلس النقابه في تصرف غريب، حتى لم يعني يحاول ان هو يشوف الناس اللي جات. احنا جينا حوالي 200 طبيب، كان المفروض مجلس النقابه يقعد مع ال 200 طبيب اللي هم كلفوا نفسهم وجم المحافظات ويعرف ارائهم، لكنه هو واضح انه كان بيستعين من البدايه ببعض البودي جاردات. لو حضرتك كنت شفتهم وممكن تصورهم وهم على ايدك دلوقتي الشمال، بودي جاردات، وواضح ان هو كان مش علانيه ان هو يعمل الجمعيه العموميه. طيب الوضع اللي انا شايفه ان مفيش اي جمعيه عموميه هتكمل تاني، بالوضع اللي انا شايفه مفيش اعلان للجمعيه العموميه، مفيش اهتمام من مجلس النقابه بالجمعيه العموميه. فتوقع من هنا ورايح ان ممكن ما يكونش في جمعيات عموميه الا اذا تاكدوا ان هيكون جموع الاطباء هتكون مع قرار الغاء الاضراب. ولكن النهارده لانهم عارفين ان كل اللي جاي غالبا مع استمرار الاضراب والتصعيد، فما كانش في حل غير ان هم يهربوا بالطريقه اللي انت شفتها دي. هو العدد زي ما كان مجلس النقابه اعلن ان هو ما كانش كافي لاكتمال النصاب القانوني اللي هو 300 طبيب، فكان العدد اقل من كده بكتير. فالنقيب اتحدث في الاول وقال ان هو العدد غير كافي ورفع الجمعيه، فاحنا طلعنا على اساس ان احنا نطلب انعقاد جمعيه عمويه طارئه ثاني في وقت يعني محدد بعد كده. والله ما اقدرش احكم، ده المفروض يبقى فيه استجابه شويه من الاطباء الموجودين والشباب اللي موجود. يعني انا شايف في برضه نوع من التقاعس بالنسبه لزملاء المهنه، ما بيقوموش بالدور المكلفين بيه على وجه اكمل. المفروض انت في جمعيه عموميه دي بتمثلك انت وبتمثل طلباتك وبتمثل احتياجاتك، لازم يكون لك صوت علشان تقدر تجيب مطالبك ومطالب الصحه كلها. فهذه الفكرة، يعني لازم يبقى فيه اهتمام مننا احنا اساسا بحضور الحاجات دي.